وخلال إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارا مفتوحا مع الطلبة الجدد بالأكاديمية العسكرية، أوضح أن المدن الجديدة تعمل على التوسع أفقيا لحل مشكلة الازدحام التي كانت ستتفاقم بالقاهرة. استفدت كمان يا فندم من الزيارات اللي اتعملت، برنامج التخطيطي، زرت المدن الجديدة زي مدينة الجلالة وزي العاصمة الإدارية يا فندم. ورأيك في الموضوع؟ عظيم جدا يا فندم، مصر اتنقلت يا فندم نقلة نوعية. احنا عملنا المدينة ليه؟ القاهرة دي هتنمو خلال 20 سنة اللي جايه دول، وقت ال 4 5 جنيه. طب هيروحوا فين؟ هيروحوا ايه؟ مين يا فندم؟ هيروحوا فين؟ في فرصة في حتة تانية؟ طب هو تكلفة إن هم يقعدوا في القاهرة أكتر ولا إن إحنا قاعدين بعض؟ والسؤال كده أنا مش هاممني أبداً، وده مهم إن إحنا لما نروح مدن زي كده مش مهمني إنك أنت تشوف مدينة جديدة شكلها، لا هي اتعملت ليه؟ عملناها كده ليه؟ هل عندنا خيارات أخرى أقل تكلفة؟ وإن إحنا ظروفنا مش الدولة مش غالية أو إن إحنا نعمل إحنا ما كانش عندنا خيارات أخرى غير كده، لو ما كناش عملنا كده قصرنا في حق ابراهيم.